كلمة السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. السيد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. السادة الوزراء الحضور الكريم، عمال مصر أصحاب الأيدي الخشنة التي يحبها الله ورسوله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا يا سيادة الرئيس تشريفكم اليوم لاحتفال بعيد العمال لتشاركوا عمال مصر صناع الحضارة، صناع الحاضر والمستقبل، أصحاب العمل الجاد الخلاق والمبدع، فرحتهم احتفالهم بعيدهم. ويسعد عمال مصر الذين شاركوا مع كل فئات الشعب في الانتخابات الرئاسية في جميع مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية أن يقدموا لسيادتكم التهنئة بولاية رئاسية جديدة، وقد امتزجت فرحتهم بفوز سيادتكم الذي أجمعت عليه الأغلبية بانتصار إرادة شعب يواجه منذ سنوات تحديات وتهديدات غير مسبوقة، ونجح رغم كل ذلك في استعادة الدولة من المتربصين بها وتثبيت دعائمها والتعامل بحسم مع كل الظواهر الإرهابية. سيادة الرئيس، لقد واجهتم وشعب وعمال مصر من حولكم التحديات الجسام على مدى 4 سنوات فترة الرئاسة الأولى بكل عزم وإصرار، وعبرتم بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، وانطلقتم لتحقيق الإنجازات في المشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات، ومشروع قناة السويس الجديدة العملاق الذي سوف يخدم الأجيال الجديدة من أبناء مصر، فضلاً عما تحقق في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب، والدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة للقضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين سواء في سيناء أو في أي جزء من الأراضي المصرية، والتضحيات الغالية التي قدمها الجيش والشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. فتحية إعزاز وتقدير وعرفان لرجال القوات المسلحة والشرطة ولأرواح شهداء الوطن. تحية إعزاز وتقدير وعرفان لكل أم وزوجة وابن فقد عزيزاً لديه وقدم روحه فداءً لأرض مصر وحرية الوطن. تحية إعزاز وتقدير لمصرنا الغالية بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي احتفلنا به منذ أيام، ليتجسد في هذين العيدين معاً معنى البطولة والفداء والزود عن أرض الوطن. وسوف نحتفل قريباً بإذن الله بإعلان أرض سيناء المباركة خالية من الإرهاب عقب الانتهاء من العملية العسكرية سيناء 2018 حتى تتحقق التنمية الشاملة. سيادة الرئيس، إن وزارة القوى العاملة تسعى بكل أجهزتها إلى إيجاد علاقات عمل عادلة ومتوازنة بين العامل وصاحب العمل، يحصل كل طرف من خلالها على حقوقه ويلتزم بأداء واجباته تجاه الطرف الآخر، وبما يحقق السلام والاستقرار المطلوب في علاقات العمل وعلى المستوى الاجتماعي. ولتحقيق هذا الهدف انتهت الوزارة بالتوافق والتشاور بين طرفي العملية الإنتاجية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال من وضع مشروع قانون عمل جديد، وقد حرصنا على أن يخرج بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين،
والشراكة في دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية، فضلاً عن أن المشروع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل، ويعمل على تلافي سلبيات قانون العمل الحالي. والمشروع معروض حالياً على مجلس النواب، ونتطلع إلى صدوره قريباً. كما تم الانتهاء من إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحة التنفيذية، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر. وسيتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية على مرحلتين في مايو المقبل، وذلك بعد 12 عاماً من آخر انتخابات أجريت في 2006. كما ستجرى في نفس الموعد انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. وسيتم بعد إجراء الانتخابات النقابية تدريب القيادات العمالية الشابة التي سوف تفرزها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة للنهوض بالتنظيم النقابي المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية والتعامل مع الاتفاقيات الدولية، ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر. سيادة الرئيس، نظراً لما بُذل من الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، أصدرت منظمة العمل الدولية منذ أيام قائمة الملاحظات لدى الدول المخالفة لتطبيق الاتفاقيات، وقد خلت بفضل الله هذا العام من إدراج اسم مصر بها. الأمر الذي يؤكد أن ما بُذل من جهد خلال الفترة الماضية كان له التأثير الإيجابي على موقف مصر في المنتديات العالمية، ومنها الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو بجنيف. تنفيذاً لتوجيهات سيادتكم بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، فقد قطعت وزارة القوى العاملة نسبة كبيرة تقترب من 60% لتحويل أعمالها من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وذلك بتطوير مركز المعلومات بالوزارة ورفع كفاءة وقدرات العاملين به، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وكبرى شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة في مصر. وسوف يسهم المركز في ربط الوزارة ب27 مديرية للقوى العاملة ومكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل التواصل بين الوزارة ومديرياتها والحصول على المعلومات لحظياً. كما تم الانتهاء من ميكنة نظام التفتيش في 19 مكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية في 11 محافظة، مما أدى إلى تغطية المنشآت محل التفتيش وإنهاء الأعمال الورقية وارتفاع جودة ودقة نتائج الزيارات التفتيشية بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. وسوف يتم الانتهاء من ميكنة جميع المكاتب بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات مرحلياً بالتعاون مع المنظمة. وتم الانتهاء أيضاً من منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وربطه ببوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الوزارة في أسرع وقت ممكن، حرصاً على حسن تنظيم العمل وتيسيراً على المواطنين، وجاري تعميم المنظومة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات. كما تم الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارة العمل في الأردن، وتم الربط تجريبياً مع وزارة العمل بالكويت، وجاري التفاوض للربط مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن التنسيق مع الإمارات وليبيا لتنفيذه، مما يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة والحد من العمالة الهامشية وتصدير عمالة تحتاجها أسواق العمل في هذه الدول، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية والقضاء على تجار الإقامات. سيادة الرئيس، إن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة كان وما زال أحد الأهداف الرئيسية لوزارة القوى العاملة بجانب جهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة. من هذا المنطلق تمكنت الوزارة خلال الفترة من مارس 17 وحتى أبريل 18 من تشغيل 285,282 بنسبة 73% للذكور و27% للإناث، فضلاً عن تعيين 2,562 من المعاقين والأقزام بالحكومة والقطاع العام.
كما تم شغل 457,077 فرصة عمل في 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية. لا شك أن التدريب المهني والتحويلي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة على سوق العمل، وبما يضمن تأهيل شباب الخريجين للالتحاق بفرص العمل المتاحة بالداخل والخارج، فضلاً عن التدريب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح مجالات للعمل على خلاف الصورة النمطية للوظائف. من هذا المنطلق قامت الوزارة بالسير في عدة اتجاهات لتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، حيث يجري حالياً تطوير ورفع كفاءة منظومة التدريب كماً وكيفاً، وشملت التدريب على تشغيل الماكينات والخراطة المبرمجة واللحام، مستهدفين تدريب 10,000 متدرب سنوياً، وذلك من خلال بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بمبلغ 100 مليون جنيه لتوفير معدات وأجهزة حديثة تحدث طفرة في العملية التدريبية لتخريج متدربين مهرة ومؤهلين لسوق العمل الداخلي والخارجي. هذا بالإضافة لتطوير مركزي التدريب بمحافظة الأسكندرية والبحيرة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للتدريب على مجالات السياحة لتحسين إدارة الهجرة للخارج والحد من الهجرة غير الشرعية. كما تم توقيع بروتوكولات للتعاون بين الوزارة وشركات أجنبية في نشاط الخدمات البترولية توفر برامج تدريبية ذات تقنية عالية للشباب لتنمية وتطوير مهاراته وكفاءاته مجاناً، مع منح مكافأة تدريبية شاملة بواقع 1,300 جنيه شهرياً لكل متدرب، يزاد بمبلغ 1,000 جنيه كبدل اغتراب شهري لكل متدرب من خارج محافظات القاهرة الكبرى، وذلك إسهاماً من هذه الشركات في المشاركة المجتمعية، ويتم تعيين 10 الأوائل في نهاية كل برنامج في هذه الشركات. وتم أيضاً توقيع بروتوكولات تعاون مع 5 جامعات لتدريب الطلبة والخريجين على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، فضلاً عن تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية. هذا بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لإدراج برامج للتدريب على ريادة الأعمال بمراكز تدريب الوزارة لإقامة مشروعات للمتدربين ومساندة المتميزين منهم على إقامة مشروعهم الخاص، وبروتوكول آخر مع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة لتقديم المواصفات الفنية للورش المقترح تطويرها وتجهيزها والمناهج التدريبية اللازمة طبقاً للمستويات الفنية العالمية، وإعداد وتأهيل وتقييم المدربين العاملين بمراكز التدريب المهني المستهدف تطويرها واعتماد شهادات المتدربين. سيادة الرئيس، هذا جزء من كل في مجال التدريب لا يسمح الوقت لسرده، ولكن لم يغب ذوي القدرات الخاصة عن أعيننا وما تفضلتم به سيادتكم من إطلاق 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد قمنا بإطلاق حملة مصر بكم أجمل بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتوعية وتدريب 1,000 من هذه الفئة كمرحلة أولى في 6 محافظات، يتم من خلالها توعيتهم بأحكام وقوانين العمل والمعاقين والقوانين ذات الصلة، وسيتم مساندتهم في توفير فرص عمل والحصول على فرص تمويل لمشروعات صغيرة لهم. سيادة الرئيس، وفي إطار توجيهات سيادتكم لرعاية العمالة غير المنتظمة والتي كانت بمثابة استنفار لكل جهات الدولة سواء حكومية أو خاصة أو مؤسسات المجتمع المدني لتقديم جميع سبل التعاون لرعاية تلك الفئة، فقد أطلقت الوزارة في مارس الماضي حملة حماية لتسجيل هذه العمالة على قواعد بيانات الوزارة، أسفرت عن تسجيل ما يزيد عن 2 مليون حتى الآن، وجاري إدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات لتصنيفهم جغرافياً ومهنياً، تمهيداً لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقاً لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتنمية المحلية والمحافظات والنقابات العمالية. كما قامت الوزارة من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة
برصد 25 مليون جنيه لشراء شهادة أمان للمسجلين في هذه الفئة، وسيتم مضاعفة هذا الرقم لتوسيع الاستفادة لهذه الفئة من الشهادة. كما تم خلال الفترة من مايو 17 حتى أبريل 2018 صرف 16 مليون و252 ألف و159 جنيهاً على العمالة غير منتظمة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة، منها 15 مليون و189 ألف و459 على الرعاية الاجتماعية والباقي على الرعاية الصحية. وفي إطار التعاون مع مؤسسة صناع الخير تم تنفيذ مبادرة عينيك في عينينا لتوفير الرعاية الصحية لهذه الفئة مجاناً من خلال عدد من القوافل الطبية بالمحافظات المختلفة لرفع الوعي الصحي لدى هذه الفئة وأسرهم في القرى والنجوع بطريق الوقاية من الأمراض المسببة للعمى، وتوفير العلاج الدوائي والجراحي للمستحقين منهم. وقد بدأنا هذه الحملة بعمال العاصمة الإدارية الجديدة وجاري الإعداد لتنفيذ لعمال بالمحافظات. سيادة الرئيس، لقد حرصت الوزارة من واقع إلمامها بمشاكل العامل المصري في الخارج بمتابعة أوضاع تلك العمالة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها عدة دول في المنطقة، وذلك بتنسيق كامل مع باقي الجهات الأخرى وعلى رأسها وزارة الخارجية، حيث تم تشكيل لجنة دائمة برئاستنا وعضوية ممثلي الجهات المعنية لرصد حركة العمالة المصرية في الخارج والوقوف على مشكلتهم وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لهم. وفي ختام كلمتي أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية في سبيل مناصرة قضايا العمال والبحث عن حلول لمشكلتهم. كما أتوجه بالشكر والتقدير لأصحاب الأعمال الشرفاء الذين حافظوا على عمالهم وسعوا إلى تخفيف حدة متطلبات الإصلاح الاقتصادي عليهم. سيادة الرئيس، عمال مصر يعاهدون سيادتكم أن يستمروا في بذل الجهد والعطاء حتى تنال مصرنا ما تستحق من مكانة هي أهل لها، فسر على بركة الله تحرسك عنايته، ودمت لمصر زعيماً حكيماً وقائداً منتصراً وبطلاً شجاعاً. بكم تظل مصر في قلب العالم رمانة الميزان في الحق والعدل، وبزعامتكم تتحصن مناعة الأمة في مواجهة الأخطار. حفظ الله مصر آمنة مطمئنة ودامت رايتها عالية خفاقة تحت قيادتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.